كابتن حسام عاشور، لو هنتكلم على الاصل وقله الاصل، ما اعتقدش النادي الاهلي بادارته تراجع قيد انموله عن اعلى درجه من التقدير للاعب النادي الاهلي وكابتنه حسام عاشور. انا ممكن اقول لك لم يسبق ان حاول النادي الاهلي ان يكرم لاعب في تاريخه كما حاول مع كابتن حسام عاشور. هو كابتن حسام عاشور حاجه بسيطه، الرؤيه الفنيه قالت يعني صعب يكون موجود لان بتاريخه ده ما ينفعش يقعد نمره اربعه عندنا. والجهاز الفني قال هذا الكلام بوضوح. انت كان قدام اجراءين، يا اما تأيده مجامله، وهذا لا يليق بواحد بتاريخ الكابتن حسام عاشور انك بتأيده لمجرد انه يتعمل له عقد، لانه متوقع او كان مش متوقع انه هيمشي في اللحظه دي وعامل حسابه. فالنادي الاهلي كان حريص يشوف ازاي يعوضه ماليا عن، وكسر ثوابت كتير، ما بعملش ماتش اعتزال، هعمل لك، هعينك في في في, في النادي، هعينك في القناه، وكان النادي الاهلي من شروطه عدم الجمع ويعمل له دورات تاهيل خارجيه، ويعمل له دورات تاهيل على حسابه، ويجهزه في الكارير اللي هو عايز يشتغل، يجهزه ككادر اداري على حجم التوقعات، على حجم التوقعات اللي انت حاططها فيه من خلال علاقته بالنادي الاهلي. طب هو الكابتن حسام عاشور اللي احنا كلنا شايفينه ضرب ارقام قياسيه، لكن هو ضربها من خلال النادي الاهلي ومعاصرته الجيل عملاق، وهو باجتهاده استمر حتى هذه اللحظه يعطي ويؤدي، وكلنا كنا في ظهره، وهو كان احد الرموز الصامته. ولكن زي ما بيقول مش عارف مين من ارسطو ولا افلاطون، تحدث حتى اراك، هي دي مشكله، كلما تحدث حط نفسه في مشكله مع الناس اللي هي بتحبه جدا وغيران عليه جدا، لان هم برضو مهما انت حبيت حد يا استاذ ابراهيم، تيتش، صالح سلي، هتحب مين اكتر من الناس دي؟ واخد بالك؟ اي رموز حاليه او سابقه، لكن الاهلي حبه في حته تانية. انت بتحبهم لعطائهم للنادي الاهلي، لعلاقتهم بالنادي الاهلي، لصدقهم مع النادي الاهلي، لاخلاصهم للنادي الاهلي. لو احد هذه العلاقات اتهز، مؤكد ان بيتهز معاه العلاقه اللي بينك وبين جماهيرك. صحيح. فمش عارف ليه، ايه اللي خلى الامور قالت الى ما قالت ليه؟ كان كل شيء كان ممكن يمشي بسلام، او الحل الثاني بقى انك تقول انا قادر العب، معلش بستاذنكم، ناجل كل الكلام اللي قلتوه، بس انا قادر على العطاء وهلعب. وده ما شفناش من 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 الفتره اللي فاتت اي بوادر بتقول ان الكابتن حسام عاشور هيلعب في حته ثانيه وعنده عروض في حته ثانيه تليق بيه. يعني ما هو لازم لما يسيب الاهلي يروح في حته تليق بيه برضه، يكون على قدر المنافسه. فتصوير الامر انه اللي اتعامل معاه قله اصل، ده تعبير قاسي جدا، قاسي جدا، ولا يعبر عن الواقع خالص. لانه طب هنعمل ايه؟ انت يعني انت تقدر تقول لاي حد ايه اكتر من اللي قلته له؟ حد يعني كان يعني يقول الاهلي غلط في ايه في الحته دي يعني. طيب اذا الاهلي، خلينا فيما يخص حسام عاشور والاصل، الاهلي عمل فوق الاصل وزياده. النادي الاهلي ما قدمه لحسام عاشور من تكريم وتقدير واستثناء حتى في التكريم ما سبقش اداه لاي حد في الاجيال اللي فاتت على عظيم ما قدمت قولا واحدا. فبالتالي وصف النادي الاهلي او حتى مسؤولي النادي الاهلي او اي حد في النادي الاهلي بانه مارس نوع من قله الاصل او كان فيهم قلالات الاصل في التعامل مع حسام عاشور، لا، ده من قله الاصل ان انا اشوف الاصل قليل، من قلة الأصل إن أنا أشوف الأصل قليل على كثرته، على تقديره، على حجمه، على وجوده على الأرض وكل الناس تابعت وشافت.